جمهور جيبسي عاود. والله باش نحكوا على الجمهور كله معناها ما فيه الميسورين تاعهم كله ولا هكا باش نحكوا على الناس كله بصراحه. تو الجمهور صحيح باش يمشي نهار الماتش يقص التذكره نتاعه. لا لا نحكي على المعاونه صحيحه انه معاونه صحيحه بصراحه ما ثماش سي صابر جماعي وهذه للامانه راي للامانه معناها وانت من مال المساعده على الدوسي كله بقي هو اللي قايم بجمعيه معناها نحكوا حتى في الفترات اللي قبل معناها حتى في البي وحده كل فهمت. ممكن صحيح ممكن الامور الماديه تحسنت شويه ولكن بقي هو لحد الان باستثناء واحد ولا زوج تقريبا يعاونوا بالمسؤولين ثم عزوف كامل على المساعده نتاع الجمعيه. بالنسبه للجمهور صحيح تقولي نهار الماتش يقص تذكره ويتبع الجمعيه نتاعها وكل يحب برشا الجمعيه نتاعها ودي بلاس هذيك خاصه التنقل نتاعهم وكل وكي قلت كبر كروش مراو هما شنو معناها ممكن ايجابيا ايجابيا معناها ممكن كانت في وضعيه جمعيه ممكن وصلت في فتره امورها للنتائج وكل شيء مش هي دونك تو وقت اللي وصلت للنيفو هذايا ماذا بيه بالحقه. ماذا بيه نشوف الجمعيه نتاعها طايحه معناها حسين كلمه على الجمهور انا جمهور نتاع مستقبل الملعب الجيف سامحني راهو جمهور ممتاز وايجابي علاش راهو فما بعض ساعات تبدا عندك جماهير تضغط عليك انت وتقلقك حتى في التيران تقلق اللاعبين. الجمهور نتاع السيده جمهور يهز الفريق نتاعو برشا وجمهور يضغط ضغط رهيب على الفريق المنافس وعلى التحكيم كيف كيف على الحكام زاد كلب التوش حضرت قدام مره راهو ضغط تحس انه فما ضغط كبير وحضور جماهيري كبير برشا دونك هذاك كله ايجابي راهو تصور كي تلعبوا في بلادكم. اكيد شايبه قبل ما نمشي نحكيو على شهاب الليل نحب خلينا نخدموا موضوع فما حاجات حكينا على المشاكل الماديه صحيح فما مشاكل ماديه لكن ما نساوش انتم تحكيو على جيبس وليد جيبس راهي منطقه معناها فيها برشا منطقه صناعيه الساعه كما نعرفوا وتعاني من التلوث. انا حكيت مع برشا جيبسي قال لك اموا نحن كي نعانيو معناها من مشكل التلوث يا خويا تعاونونا باش خلينا نتفرهدوا نخرجوا الجريندا اللي فينا في التيران شوفوا الجمعيه حلوه بالحق عندهم الفكره هذه عجبتني برشا هذه حاجه. وزاد عندكم اجتماع باش تعملوه نهار السبت اجتماع اخباري اجتماع اخباري مع الجماهير شنو ناويين تعملوا فيه لو تحكي لنا اكثر بما ان في اطار في اطار الجماهير نتحدث عليهم ونوجه لهم تحيه. والله هو الاجتماع كان معناها تقييمي بالنسبه كان مبرمج من قبل معناها على مرحله الذهاب كان تقييم معناها وكل الجماهير معناها طلبت معناها وحتى باقتراح من سي صابر جماعي على اساس معناها باش يكون اقرب للجمهور التواصل مع الجماهير وكل اجتماع اخباري معناها يطرحوا فيه المسائل كلها وتعرف كي تبدا ثم تواصل اللي نحكوا عليه الضغط هذايا كله راهو حتى يصير في نهار الماتش كله راهو بطبيعته يتمص علاش وقت يقول لك انا ما ثماش مع شكون نحكي هكا تو الجمهور ممكن يقول لك ما ثماش هي نحكي معاه ما ثماش ثم حاجات تبدل لذهن الواحد اسئله وما يحب يعيش للكواليس وقت اللي ما يلقاش شكون مثلا ممكن يقول لك ما يجاوبني وكل الضغط هذاك والواحد كل يسيب نهار الماتش لكن فما مجموعه فما مجموعه انا كي مشيت غاديكا فما لا ماجوريتي مع الفريق وفرحانين لك فما مجموعه اخرى اللي فهمنا خاطر نحن خرجنا نشوفهم بعد مع سي شهاب كانوا يقولوا له واش يهمك فيهم خلي يقولوا فما امور فهمناها فما كواليس لو تحطنا كواليس اكثر في الاطار فيما يخص فما بعض الجماهير اللي هي ضد الهيئه المديره عادي نتصور فما البعض للجماهير هذه علاش يعني نحن نلقاو النتائج موجود سمح لي مش عادي نقولوا عادي وقت اللي تبدا فما دي ريزلتا على القناه العاديه هذه دي مش عاديه اخت شيماء وقت اللي نقولوا معناها حالات شاذه معناها نتاع رمي حجاره نتاع كذا هذه تصرفات تخرج من الناس هذوما معناها انا وقت اللي نشوف النتائج هذه مرتبه خامسه استقرار معناها كامل معناها تقريبا الجمعيه الوحيده مع جمعيه اخرى ما بدلتش المدرب نتاعها ناس خالصه ناس كذا. انا بالنسبه لي انسان يشوف ان الجمعيه تو معناها ظروفها مش هي بالنسبه لي سامحيني في الكلمه ما هو فما شكون يطمع فما شكون مش عاد فما شكون يطمع هو مش عاد انا عندي لوم اخر بما ان نختم به فما كما نعرفوا اصابه الملاعب اللي كان مع السي اس اس في جابس في المقابله نتاعكم وكان اتصل بيه كان سي شهاب علاش حتى حد منكم ما في الوقت اللي قام بالدوره نتاعو خاصه انا فرصه في دقيقه فرصه سي حسان بالله سامحيني لحظه فرصه سي حسان هذه الكا صارت ونددنا بها وبصراحه ضخمت برشا اعلاميا وهو الراجل الجمج ما نتاعو تحلت الضخم انا قلت لك نددنا بها شوف حتى يموت معناها لا ثم طرف ثاني اللي ممكن ما تجبدش في الصوره ونقولها وتحمل مسؤوليتي سي ناصر البدوي ايه شوفي هذه راهي مخالفات نتاع عام نور ايه ميساج مخالفات نتاع عام نور الاتهام القبشيه كلها بالارهاب منين هو ناصر البدوي سامحني مين هو كان هو اعترف جابسي هو جابسي كان هو اعترف هو قال من بلاصه قريب حدا جابس ما قالش حتى جابسي هو فهمتي بلاصه قريب خلينا لا علينا لا علينا الماتش السنه وقت اللي قبل ما يصير
شكون اللي سخن؟ سخن سي نصر البدوي في الفيسبوك. ايه سخن معناها وعمل تجيش كبير الجماهير نادي الرياضي الصفاقسي. سي ممكن كان ثم جماهير تستنى فيه معناها على اساس اللي صار عام الاول. التهم قوسي كل بالارهاب. انتم معليش كهيئة مديرة بعد المقابله تنقلنا للمستشفى ومن غدوه تنقلنا للصفاقس عضو من الهيئه المديره وعضو عن هيئه الحباء. هزانا بوكينوار ومشينا للسيل الحسيني هذايا للمستشفى. واضح سي مشرف فرجونا نحكي معك ورسلوه اللي قالتها شيماء ما عادش عندي وقت في الساعه الثانيه من الجمعه نحكيوا اليوم على الملعب الجيبسي بعد ما سمعنا اراء الجماهير شفنا التدريبات. شهاب الليلي احد الاعمده البارزه السنه في النجاح الملعب الجيبسي بورتري ومن بعد نرجع نكمل معاكم في البلاتو. مع الملعب الجيبسي نعتبرها إيجابية موافقة في حجم العمل اللي وقع في الملعب الجيبسي لأنه عملنا عمل كبير برشا. شهاب الليلي مرجع غير شهاب الليلي نتاع 2007. شهاب الليلي أكثر خبرة أكثر احتراف أكثر نضج. اثنين الإمكانيات اللي تحطت للعمل اللي هي على المستوى اللوجيستي اللي هما التحضيرات اللي هما الانتدابات الحاجات هذوما الكل هما اللي يعطاو انه الملعب الجيبسي يوصل اللي وصل له تو. لابد انه يكون في مشروع رياضي ولابد انه يكون بعد نقاشات مع سي صابر الجماعي مع تشوف اسك الملعبيه باش يكملوا ما يكملوش. بيان سور اذا انت باش تعاود الملعب الجيبسي نتكلم على الاستمراريه. اذا باش تعمل استمراريه على المستوى الاداري واستمراريه على المستوى المدرب والاطار الفني ويخرجوا لك لي دو تيغ دي جوار ما عملتش شيء. النادي بتاعي في الديفيزيون 3 محيط قرنا ونتشرف بانتمائي محيط قرنا في الديفيزيون 3. الحاجه الباهيه اللي عملتها نفتخر بها اني بديت ندرب من الديفيزيون 3 3 ديفيزيون. ما تعديت الليغ 2 الا ما صعدت فريق مكرم مهدية وكملت معاه. ما تعديت من 2 لل 1 الا ما صعدت زوج فرق ملعب الجيبسي وحمام سوسه وكملت مع حمام سوسه. الوغ ما عطاني حد. بالعكس انا اشتغلت وعملت الاستحقاق باش صعدت باش خذيت البالي سوبيريور. الناس تقول شهاب الليلي قادر انه وهذا حلمي انا وهذه امبيسيون ابار حلمي امبيسيون اني ندرب فريق من اجل اللعب من اجل تيتر. ميتي دونترونور سي با ميتي راسيرا ولا غارونتي الوغ وهذا ناكلوا منه في الخبز نحبوا ناكلوا. ما تنجمش تكون مثالي انك تقول والله نضحي انا بعقد في الخليج من اجل ان نشتغل ونحقق اهدافي الرياضيه. وهي تقدر تحقق اهدافك الرياضيه لحد الان قاعد نحقق في اهداف الرياضيه لكن ديما الجانب المادي عنده قيمه. ريبورتي الديربي العام الجاي ان شاء الله. يعني ديما انا رياضي نعتبر انه جهه جابس فيها برشا مواهب تاع الكره لذلك نرى انه يمكن الناس نراو ديربي في الرابطه المحترفه الاولى السنه الجايه بين مستقبل جيبس والملعب الجيبسي. حب بعنف يكره بعنف معناتها وي صعيب صعيب في حب الفريق وصعيب في اكزيجون معناتها تنجم تقول كنا معناتها الناس الكل نعتبروه انجاز الترتيب الخامس. الاسبوع هذا بعد مقابلتنا مع حمام لنف اصبح الحديث على المرتبه الرابعه.
كان هذا بورتري خاص بشيب الليلي تحيل نذير الكتاري على التصوير وذكر بن علي في المونتاج وبربي ملاحظة البلدية قابس كنا نتفرجوا في الصورة مش كي ثبتوا مليح ولا خاطر شفناها في المونتاج الأسواق مزيانهم معليش سمحوني الكلمة الزبلة على اليمين وعلى اليسار تعدوا أعملوا التنظيف به خلنا نعملوا تردو تابل شهاب الليلي كيفاش تقيم مردود وصناه في قابس سي مختار شهاب الليلي يعني عنصر من عناصر الفعالة بالموسم هذا في نتائج الإيجابية اللي حصل عليها ملعب جديد شهاب الليلي وسامحوني الأخوان القابسيين نحبهم ياسر ما نحب شهاب برشا 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 نحب وانا نشوفه في الأربع الفرق الكبار نتاع تونس واحدة من أربع الفرق الكبار نتاع تونس حتى يزيد يأكد إمكانياته اللي هو عنده إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا من الناحية الفنية ويزيد يأكدها على الملعب صحيح يعني ملعب القابسي لومبانت نتاعو موجودة في ملعب القابسي سواء وقت طلعت سواء وقت السنة يعني زاد حطها في البالي هذا نحب وانا بس ما تترشوش عليا مش عليك تحسوا عليكم لا ما تحسوش عليه لا طموحات كل انسان نسمع فيه خلينا نتكلم على الطموحات نسمع فيه يعني فما طموحات كل انسان طموحات. فما القاب بالنسبه للمدرب فما حاجات يفكر فيها وهو يستحق كل خير ثم نرجع النقطة واحده سامحني قال وانت قلت والناس كلها قالت اللي يحبوا اللايز جي تطلع يعني هذه وريك اللي الناس هذوما يفكروا في البلاد نتاعهم انا عشت حالتين في صفاقس فما في وقت من الاوقات نحاو حاولوا باش ينحيو الانديه اللي حول ساس رالوي وتوازاس والاخرى نتاع السياب توازاس كلهم هذوما في سوسه كيف نحاو الباتريوت بعد الباتريوت وساس كلها هذا انا نقول خطا كبير ارتكبوه لان هاك فاق وقال عثمان جنيح قال انا النجم الساحلي في وقت من الاوقات خسرت البطوله لان رالوي شدته وتوازاس شدته والقائق شدته وانا حتى التيتا نتاعو ان شاء الله انا عندي قبسيه يزيد الود اكثر واللحمه اكثر والحب اكثر بدون ضرب حجر ان شاء الله وفي الليلي كان واضح قال ما دربت في الثوازيام ديفيزيون حققت نتائج انتقلت يعني للبطوله الهاويه واليوم يعني قاعد ياكد في خطواته باك يبدا انترينور عنده ان استراتيجيه عنده افكار منظمه هكا بالطبيعه حاجه ايجابيه شهاب الليلي بدا كيف ما قال هو من ليك تروا من فرق صغيرة وطلع بها عمل لحد الآن مستوى به فنيا قاعدين نشوفوا فيه مع الملعب القابسي ومشى أول عام 2007 هو اللي كان صعد بالملعب القابسي لكن ما وصلش مع الملعب القابسي وصل صعد بها للرابطة الأولى وعنا تفكير اسم مختار فما مدربين متاع رابطة ثانية مدربين متاع رابطة أولى وهذا موش صحيح شفنا هاو فما بعض برشا مدربين دربت في الرابطة الثانية شكري الخطوي وشكري الخطوي كيفاش كمل مع نجم المتلوي ونشوفوا المستوى اللي تلعب فيه نجم المتلوي شهاب أنا مش نواصل مع كلام سي مختار قلت له اليوم يذولي أفكارنا قاعدين بحضة بعضنا أفكارنا ماشي ماشي كيف شهاب يلزمه يلقى فرصة مخير من المدربين اللي يلزمها تحاول تلعب مع فرق ولا تدرب فرق أنا تطمح للتتويج وتلعب في مسابقات القارية. شايف شهاب الليلي في قابس شو أحواله مع القابسية شفناه يدور في السوق. صحيح. نحكي شوية بيرسونيل خليهم الكرة وحكينا كرة ما حكيوش كرة نحكي شوية بيرسونيل. نحب نحكي على تضحيات الساعة اللي عملهم سي شهاب قال لك أنا جيت للجمعية هذية اللي هو عنده معها ديجا تاريخ مجيد كما نقولوا على خاطر سي صابر علاقته قوية برئيس الجمعية هو اللي خليه يجي للجمعية سي شهاب مخلي عائلته مضحي برشا حاجات يعيش في قابس وحده ويمشي في الوقت الراحة يرجع لتونس مع العائلة متاعه الصغيرة ان شاء الله نوجه لهم تحيه بالطبيعه وان شاء الله ربي يفضلها لهم اكيد نحكيوا قلت الجانب البيرسونيل هذا هو الجانب اللي راهو الانسان يضحي باش توصل علاقاته علاقه قويه برشا بالملاعبين هذا شفناها قال لك نعتبروه خونا نعتبروه صديقنا يلتجئوا له في كل مأزق يتعرضوا له حتى في ناحيتهم الصحيه انا بالصدفه بحذاه نلقى بحذاه اوراق نتاع قلت له مريض قال لي لا ذوما الاوراق نتاع الملاعبيه معناها حتى الجانب الطبي نتاع الملاعبيه يتبع فيه هو شخصيا ويتصل بناس ويتصل بطب باش يحاول انه الملاعبيه نتاعو يستحوذ عليهم للماكسيموم هو كان حط نوعا ما شروط باش
ينجم يحكي مع الناس هذية وباش ينجم يقعد في الملعب الجيبسي اللي شادين فيه صحيح حسب الدورة اللي درناها معاه. دونك نقول له حاجة برك إن شاء الله يعرفوا يستحفظوا عليه. واضح سعلي شهاب الليلي وين نجم يمشي بالملعب الجيبسي قبل ما نختموا مع سي موسى؟ صديبان شهاب الليلي ينجم يمشي بالملعب الجيبسي إذا كان الملعب الجيبسي باش يحضر ممهدات النجاح الموسم المقبل، لأنه نتصور إذا كان مش باش يلقى ممهدات نجاح الموسم المقبل شهاب الليلي مش باش يقعد في الملعب الجيبسي. روتور للموضوع اللي جبدوه، راهو شهاب الليلي جاتو عروض راهو السنة من فرق كبرى لكن هو ما حبش يخل بالتزاماته التعاقدية مع الملعب الجيبسي. شهاب الليلي أنا منش نزيد حتى شيء على شهاب الليلي، باش نقول راهو كفاءة ممتاز، مي سي ان تري بون كومونيكاتور، خاصة أنه سي كومونيك تري تري بيان مع اللاعبين التوانسة وهذا عنده أهمية كبيرة. وعنده عروض زادة في الخليج. سي موسى خلينا نختموا معك، خلي لك الفرصة، شنو تحب تقول جماهير جابس؟ كيفاش والله كلام على سي شهاب ومن بعد نجاوب. هو بالنسبه لسي شهاب مو جديد على الملعب الجيبسي، كان صعد بالجمعيه جاي ممكن سنين معناها باهداف اخرى وطموحات اخرى سواء للملعب الجيبسي سواء بالنسبه له. انا نشوف الطموحات هذه والاهداف هذه تحقق بنسبه 80-85% اللي هو كمعناها كمدرب وك نتصور تقول لي 100% مازالوا سبع مقابلين مازالوا مازال ان شاء الله ما نكون نص المرتبه الرابعه. علاش لا؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا اخويا. بالنسبه لجماهير ملعب جيبسي نوجه لهم تحيه كبيره برشا، جماهير متيمه معناها شغوفه لمتابعه الفريق نتاعها. ان شاء الله الممارسات اللي شفناها ان شاء الله ممكن حاجات صغيره بسيطه اللي ما تمثلش جماهير ملعب جيبسي ان شاء الله مع الشوفوها في الملعب نتاعنا، وان شاء الله نشوفوا ديما جمعيتنا في مستوى راقي. يعطيك صحه سي موسى سويلح امين مال مساعد في الملعب الجيبسي، فرحانين برشا اللي حكينا اليوم على جمعيه اكدت جدارتها بالمرتبه اللي موجوده فيها السنه. ماهيش مفاجاه كما كنتوا تسمعوا، وقت الجمعيه تبدا تحضر، وقت الجمعيات الاخرين مازالوا يلوجوا، وقت الجمعيه تشد صحيح في مدربها، وقت اللي احنا اليوم بانضمام بوشير الحمام لاف وصلنا الى 43 مدرب في موسم السنه، نفهموا علاش الملعب الجيبسي وصل للمرتبه هذه. في